مرحبا، كيفكن؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير يا رب. وانا راح فرجعت لكم فيديو جديد. مثل ما شايفين هالويك اند كانت شتاء وبرد وعواصف وكذا، فما قدرنا نروح لمحل، فكان روتيننا بالبيت وكان عندي امتحان سواقه حخبركم عنه باخر الفيديو. مثل ما شايفين بلش يطلع عنا البردقان والمندلينا، الكل هي بنقلها نحنا بلبنان كلمانتين. ما بعرف انتو شو بتقولوا لا ببلادكم، خبروني بالكومنت وخبروني شو نوع الفواكه اللي بتطلع عندكم ببلدكم. وهون قبل ما اروح على الامتحان قلت لحضر الاكل لانه بده وقت، فعملت تتبيله شيش طاووق. لخبركم شو حطيت بقلبها، حطيت بقلبها شي 9 حصوص ثوم، مع لقيت صلصه فليفله، مع لقيت صلصه البندوره، حطيت نص كبايه زيت زيتون ومعلقتين كبار لبن وبرش حامض وعصره حامض او عصره نص حامضه، وبدي اعملهم كلهم سوا بالخلاط. وأكيد حطيت بهارات، ملح، بهار أسود والبابريكا وانتو إذا عندكم بودرة التوم كمان بتطلع أطيب وأطيب. فخلطتهم هيك كلهم سوا بالخلاط، وبعدين نقعت الدجاج فيهم للسياخ مجهزين. يعني قد ما فيكم تتركون بيكون الفرن. أحسن فينا إذا فيكم تعملون شوي. قبل بنهار كمان بيكون أحسن وأحسن. وشكلتهم على هالطريقة وحطيت بقلبهم فليفلة، فطلعت كتير طيبة. بنصحكم تجربوها. فيكن تقلوا حتى بطاطا مقلية، أو فيكن حتى تحطوا البطاطا بالفرن إذا بتحبوها هيلثي. بس أنا ما كتير عجبتني البطاطا بالفرن، أو يمكن أنا ما عرفت أعملها زيادة. أنتوا إذا عندكم شي طريقة طيبة للبطاطا بالفرن اكتبوا لي إياها بالكومنت وعطوني أفكار. بركي المرة الجاي لما بدي أعملها بجربها على طريقتكم. وهذا كان الصحن تاعنا. هيركيزي جنايدن، انا هلا بموقع درس تعليم السواقه، جاي اتعلم السواقه من بعد 12 سنه. هو مش قصة تعليم سواقة، هو بتركيا في روتين معين للامتحان العملي. مثل ما قلت لكم بفيديو سابق انه في امتحانين بتركيا لتاخدوا دفتر السواقة، النظري والعملي. النظري الحمد لله نجحت فيها، هلا باقي لي العملي. فلأعمل العملي في روتين معين بالامتحان لازم اعمله، لازم اتدرب عليه. فانا عندي عطيني 4 دروس لانه بعرف سوق ردي. فاليوم كان اليوم حيكون اول درس لإلي، وهلا حصور لكم المنطقة اللي هي فيها الامتحان، اسمها منطقة لين الشهير. هيدا الموقع هون الالتقاء اللي بعتولي اياه، هلا ناطرة المعلمة عشان تجي لنبلش الدرس. كله سيارات، مكاتب سواقة. هيدي منطقة لين الشهير هون. واخيرا من بعد شهر ونص نطرة خلصت الامتحان، عملته وخلصت. الستريس كان مليون، ما بخبركم قدي كان ستريس، مع انه لي اكتر من 10 سنين بسوق، بس كتير توتر. يعني عم تحكوا بلغة مش لغتكم، ما اختين راح تكون بالحكي، في 3 من اللجنة معكم، 1 قدام و2 ورا، منهم المعلمة اللي بتعلم. ما بعرف يمكن بتفرق شوي بين محافظة ومحافظة بولاية تركيا، بس انه بضل شوي السيستم قريب. هلا السيستم الامتحان قلت لكم غير بلاد تانية، في طريقة معينة وستبس بتكون تمشوا عليها. يعني هلا بتمشوا، بعد شوي لازم تروحوا يمين، مثلا بيقول لك الاستاذ هلا وقف بدك تشحط فريم، بيرجع بتمشي طريق طويلة وبتبرم، وبدك تعمل نوعين من البارك، واحدة اسمها باراليل واحدة اسمها لي بارك. اكيد المعلمة بتعلمكم عليهم حتى لو بتعرفوا تسوقوا. بتاخدوا 4 دروس، وهول ال4 دروس هو بيكون مش تعليم للسواقة، هو بيكون تعليم للستبس اللي لازم تعملون عشان تتخطوا الامتحان.
وكمان أول شغلة لازم تبلشوا فيها قبل ما تطلعوا على السيارة وتسوقوا، بيقلكن بيقلكن يعني اللي من اللجنة افتحوا صندوق السيارة من قدام، فلازم تفتحوا لازم تعددوا له كل قطع السيارة من قدام بالتركي أو إنه بالإنجليش، بس إنه بلغة يقدر يفهمها هو كمان، يعني تكون قريبة من اللغتين. وكمان بتفتحوا صندوق السيارة، صندوق السيارة حيكون فيه أشياء مثل طفاية حريق، مثل الدولاب الزيادة في حال يعني نفس الدولاب أو شيء، وكمان كتير أشياء مثل هيدي عدة الإسعافات الأولية والرفلكتر وأشياء كتير بتقدروا تشوفوهم على اليوتيوب، أو أنتوا لما تسجلوا بأي دورة كمان هني بيبعتوا لكم فيديو أكيد حيعلموكم عليهم، ف يعني ما تخافوا. الامتحان أبدا ما بيخوف، اللي بيعرف يسوق بيتخطاه إن شاء الله، وبس بتو يعني الواحد هيك يعرف التكتيك تاعون. وأنا كتير عملت غلطة شنيعة، يعني لو أستاذ حقود كان دغري قال لي انزل من السيارة وخلص وسقطني. الحمد لله ما خبرتكم إنه أنا نجحت بالامتحان، بس بمعجزة فيكم تقولوا. أول ما طلعت بالسيارة شغلت السيارة وعطيت فلاشر لأمشي عشمان، فبيقول لي الأستاذ إنه أنت جاهزة؟ قام قلت له إيه بكل ثقة نفس إنه إيه جاهزة. بعدين قلت أي ده عم يسألني في براس وشي إنه ليه عم تسألني، فتذكرت إنه أنا مش حاطة حزام الأمان سيت بيلت ماني حاطته، فدغري رجعت حطيته وقلت له هلأ صرت جاهزة ومشيت. الحمد لله اللجنة كانت كتير منيحة وساعدتني، فيا رب هيك كل واحد بيعمل امتحان سواقة يطلع له حدا من اللجنة يساعده، لأنه عن جد هيك بدنا شوية أمل ودفش صغيرة، لو قد ما الواحد بيعرف السوق إلا ما يتوتر شوي، خصوصا إذا أنتم من النوع العالم اللي بتتوتر مثلي. وهيك بلكون أنه نجحت بالامتحان والحمد لله خلصنا، هلأ ناطرة أخذ البطاقة. وهيك بكون خلص الفيديو تاعنا لليوم، بتمنى لكم يوم سعيد وقلكم جورو شروس.